قال لك ايه بقى؟ قال لك ميتا. كابتن زوكربيرج قرر انه يخوف الناس، قرر انه يبين لنا العين الحمراء، قرر انه يرعبنا ويرعشنا ويخوفنا. ماشي، ليه؟ قال لك احنا بيتوعد بحذف اي منشور يسيء استخدام كلمه صهيوني. يعني مثلا دلوقتي لو انا قلت مثلا، وزملائي الاعزاء في السوشيال ميديا نزلوها على مثلا فيسبوك وكتبوا يوسف الحسيني اي صهيوني ارهابي، اي صهيوني قاتل، اي صهيوني دموي، فايه اللي هيحصل؟ ميتا هتروح جايه داخله، احنا صحاب فيسبوك يا جماعه، احذف لي البوست ده. طيب اي صهيوني قاتل، اي صهيوني متطرف، اي صهيوني دموي. في الحاجات اللي زي كده يا ساده يا كرام، ميتا بتجيب فلوسها منين؟ احنا الناس المستخدمين، صح؟ طيب ميتا بتهددكم وبتقول لكم احنا هنحذف البوستات بتاعتكم. ليه؟ عشان احنا ما احناش امنا. ليه؟ عشان احنا بنتكلم طول ده. ميتا يعني، لو انا ميتا يعني، ميتا بقت عمليا ايه اللي بيحصل؟ ميتا شركه غير امينه، شركه كذابه، شركه تتحدث بامور ولكنها تنفذ العكس. ميتا ضد حريه الراي وحريه التعبير. ميتا تتحيز لاجل اسرائيل، صح ولا انا غلطان؟ جميل. من يمول ميتا؟ احنا. ازاي؟ مش الناس بتعلن عن طريق ميتا؟ مش الناس بتستخدم البلاتفورمز بتاعت ميتا؟ بطل تستخدمها وبطل تعلن عن طريقه. المفترض ان انت عندك اكتر من 300 مليون عربي. خد بالك بقى، ده غير مفترض برضو ان هناك حركه طلابيه رائعه جدا موجوده وبازغه وحاجات زي كده. امال اليومين دول اجازات، يعني عشان كده تلاقي حتى كل ما الاخبار اللي كانت متعلقه بالحركه الطلابيه في الجامعات القائده او الرائده بالولايات المتحده الامريكيه هديت جدا، شبه معدومه، لانه الولاد اجازه يعني. هل لما يرجعوا من اجازاتهم يرجعوا للجامعات تاني والحرم الجامعي هيكملوا ولا لا؟ الله اعلم. لكن في النهايه، طب ال 300 مليون عربي اللي بيستخدموا منصات ميتا، قطع لا تستخدمها ولا تعلن عن طريقها، هيحصل ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ في منصات تانية، في منصات بتاعت الصين، وفي منصات بص، يفتنا في ذلك المهندس احمد والي، رئيس قسم نقل البيانات بواحده من كبريات شركات الاتصالات. اهلا بيك يا باشمهندس. مساء الخير يا استاذ يوسف، عامل ايه حضرتك؟ ايه احوالك؟ الحمد لله ربنا يخليك وكل المشاهدين. ربنا يخليك يا فندم. ايه بقى ميتا عماله هريانه تهديدات وبتاع؟ طيب استاذ حضرتك، نرجع لورا بضعه اسابيع كده. طبعا الامم المتحده كانت اطلقت مبادئ الحد من نشر الاخبار المضلله ونشر الخطابات الكراهيه عبر الانترنت وعبر منصات التواصل الاجتماعي، واتهمت منصات التواصل والتكنولوجيا الحديثه ان هي ليها دور رئيسي في هذا الموضوع. شركه ميتا كانت اول المستجيبين لهذه المبادره، وحدثت السياسات بتاعتها بتاعت الحد من الكراهيه ونشر خطابات الكراهيه على الانترنت، واول ما اتحركت زي ما حضرتك قلت في اتجاه وقف الاساءه لكلمه الصهيونيه، وان اي حد هيكتب كلمه صهيونيه على الفيسبوك ومعاها اي اساءه طبعا هيتحذر المنشور بتاعها ويتخذ اجراء ضد صاحب الحساب. وده بياخدنا لنقطه مهمه جدا. ما هو تعريف كلمة الكراهية؟ ومن هو الذي يضع تعريف كلمة خطابات الكراهية؟ كالعادة هي المنصات والدول اللي تملك التكنولوجيا والمنصات، صح، التي تمتلك يعني كم كبير من المتابعين والدول اللي هي تابعة ليها، فبالتالي تعريف كلمة كراهية تعريف غير عادل. يعني أنا النهارده لما أقول هوقف نشر الكراهية، ما هو تعريف كلمة الكراهية؟ ومن هو الذي يضع تعريف لكلمة الكراهية؟ ما كلمة الكراهية بالنسبة لي غير بالنسبة لأمريكا غير بالنسبة للصين. فبالتالي الموضوع شبكات التواصل الاجتماعي ما بقاش مجرد حاجه بنقعد عليها عشان نقضي وقت او نهزر عليها، دي بقت اداه للتاثير في ثقافات وتوجهات الشعوب. وليس ادل على ذلك ان امريكا اترعدت من التيك توك، لان التيك توك كانت اكثر المنصات اللي سمحت بحريه تعبير الراي في القضيه الفلسطينيه، صح، وكانت احد الاسباب الرئيسيه في تسخين الطلبه عندها في امريكا. وامريكا اتخذت اجراءات قويه جدا ضد التيك توك، لان التيك توك الملاك بتوعها من الصين،
وبالتالي امريكا خافت ان في دوله ثانيه تشاركها في التاثير على ثقافات الشعوب وتوجهات الشعوب. وبالتالي الموضوع ده هياخدنا لنقطه اهم اللي هي حروب الجيل الرابع، لان الحروب القادمه لن تكون حروب مسدسات ودبابات، لكن هتبقى حروب جيل رابع وشعارها دمر نفسك بنفسك. انا هوجهك وهوجه ثقافاتك وهوجه توجهاتك كلها بحيث انت تدمر نفسك بنفسك عن طريق الاشاعات والفتن والمعلومات المضلله، وهعرفك الثقافه عن طريقي انا وهمسح ثقافتك بحيث انت تدمر نفسك بنفسك. حلو. طيب انا يمكن عندي سؤال. كل المقتنعين المؤمنين المناصرين بعداله القضيه الفلسطينيه رفعوا شعار مقاطعه لامور ما ومنتجات ما وشركات ما ومصانع ما، سيبنا مع انه مين مع ده ومين ضد ده، لكن هل أدت إلى تأثير؟ عملت تأثير. هل هزت عروش؟ أيوة هزت عروش. السؤال بقى، ولماذا لا يقاطعون منصات ميتا؟ والله الناس المقاطعين دايما بيردوا في الحتة دي ويقولوا أصلنا ما نقدرش نسيب لهم الساحة توزيع، يعني اللي هي نشر الثقافة عن طريق ميتا نسيبها لهم يتحركوا فيها لوحدهم. الحقيقة أنا مش متفق معاهم في النقطة دي. أنا متفق مع المقدمة اللي حضرتك قلتها إن إحنا أكثر من 300 مليون عربي لو قاطعنا الفيسبوك ومنصات ميتا هتبقى ضربة قاسمة ليهم، لأن هو هيتخصم من رصيد اللي بيشوفوا الإعلانات. 300 مليون بني آدم، فدي خسائر فادحة. الإعلانات اللي بندفعها على عندهم طبعا هتبقى خسائر فادحة. فأنا شايف كمان ده بالعكس، ده انا يعني المنصات دي انا ما فيش وسيط مصري، يعني انا في الشركات اللي الناس بتقاطعها ممكن يكون الشركه شغال فيها ناس مصريين فيتاذوا، لكن منصه ميتا ما فيش اي وسيط، يعني ما فيش وسيط مصري هيتاذي في النص. ده بالعكس، ده انا متفق مع المقدمه اللي حضرتك قلتها جدا. ثم انا مش هترك الساحه بتاعت السوشيال ميديا، لان انا هسيب ميتا واركز مع تيك توك مثلا، يعني مثلا. وكمان ميتا لما هتلاقي شال من عندها فوق ال 300 مليون مستخدم هتراجع سياساتها، او على الاقل هتلتزم الحياه بدل ما هي متحيزه لطرف ضد طرف. فطبعا هتبقى قوه ضغط قويه جدا، بس اتمنى المقدمه اللي حضرتك قلتها يعني تتحط موقع التنفيذ. والله يا ريت يا ريت، يعني لان انا مش قادر افهم. هو على سبيل المثال، هو ميتا بتحذف اي منشورات متعلقه مثلا بوزيرين صهاينه يعني يمارسون احط انواع التحريض زي سموتريتش وزي بن غفير؟ ما بيحذفوش حاجه. طب ما هو ده خطاب كراهيه اهو. ما هو ده نرجع لنقطه، من هو الذي يضع تعريف كلمه خطاب الكراهيه؟ هو الذي يملك التكنولوجيا ويملك المنصات. فبالتالي هنرجع تاني لنقطة برضو مهمة جدا، ان احنا يعني ان الاوان ان احنا ناخد خطوات جادة في ان احنا يبقى لنا دور فاعل في التكنولوجيا العالمية، علشان ما نخليش حد يضغط علينا بالتكنولوجيا بتاعته وبالمنصات بتاعته ان هو يوجه الثقافات بتاعنا. عايزين احنا يبقى احنا لنا دور فاعل طبعا في توجيه الثقافات العالمية عن طريق التكنولوجيا بتاعتنا احنا. اتفق معاك. واحنا داخلين على الذكاء الاصطناعي هيبقى له دور كبير قوي في الفترة الجاية، المنصات هيبقى ليها دور قوي جدا في الفترة الجاية. فأنا يعني أتمنى يبقى لنا دور فاعل أقوى من كده، علشان ما نبقاش فقط موجهين، نبقى موجهين. صح 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 صح. أنا بشكرك جدا باشمهندس أحمد والي، رئيس قسم نقل البيانات بواحدة من كبريات شركات الاتصالات.